في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، وقامت مؤسسة حياة كريمة تفعيلاً لمبدأ التمكين الاقتصادي بتسليم 22 كشكاً وتيسير منح 71 قرضاً إضافياً إلى فحص 11 حالة لتقديم المساعدات للأهالي بقرية حياة كريمة بالمحافظة أو محافظة الغربية. أكدت المؤسسة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة في كل من محافظات قنا وبني سويف وأسيوط عقد فعاليات لتسليم حوالات الصرف ومفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات. يأتي ضمن المرحلة الرابعة التي تقوم فيها المؤسسة بتسليم أكشاك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجاً.